السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الوصفه ديال اليوم وصفه البهله ولا الغريبه، كل واحد كيسميها من مدينه الى مدينه. سهله وبسيطه بالمقادير اللي كلشي كنعرفوها واللي كلشي كتكون موجوده في البيوت ديالنا. ولا اللي بغاها وعجباتو على هذه الطريقه ديالي، ما عليه غير يتبعني وصافي، راه ساهله. غير ردوا البال، هانتوما كتجي مشققه وهشيشه وزوينه. السلام عليكم البنات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال بخير. اولا قبل كل شيء كنقول لكم شكرا الدعوات اللي دعيتو لامي، كنشكركم من كل قلب، كنقول لكم الله يخلي لكم الامهات ديالكم والاباء ديالكم يا رب. كتعرفوا الوالدين ما كاين من الاعز ديالهم، ما كاين خطا ونار، كلشي كيمشي. شكرا. وكرر اليوم بغيت ندير واحد الوصفه، ومع كنعطي عليكم مع يدي كضرني شويه، قلت ندير معكم واحد الوصفه، واخا نديرها شويه بشويه، كنقطع وندير مع يدي كضرني. غادي ندير معكم البهله البنات، البهله اللي محبوبه عند الجميع، وديما كتكون في الطاوله المغربيه في البيوت المغربيه، سواء في رمضان وبلا في الاعياد والاعراس. المهم سا ديبو. المهم البنات، البهله على حساب لا كونتيتي اللي بغيتو ديرو، على حساب القياس، كيلو جوج كيلو نص كيلو. انا بغيت ندير واحد الكميه صغيره صافي. والطريقه كتختلف من بلد لبلد، وكل واحد كيدير الطريقه ديالو. كما كنقول ديما، هنا اللوز اللي طحنتو بقشورو، هنا تقريبا واحد كاس اونص، نتوما تقدروا ديروا جوج ثلاثه، المهم هادشي اللي كاين متوفر عندي. ودرتو اللوز قشورو، هنا عاود السكر على حساب لوغو ديالكم، على كاين اللي كيبغي السكر ما كيبغيش. هنا درت تقريبا كاس اونص، غادي نشوف نقص ولا نزيد، غادي ندوق باش نديرو كامل. الزبده درت غير نص ديال 250، ها هي خرجتها واحد شويه باش لا فاسيليتي باش مالاكسيوها باليدين ديالكم. المهم اللي عندو الجهد راه مزيان. انا معايا الديار ما عنديش الجهد. كاس الجنجلان، الجنجلان حتى هو زوين كيعطي لوكو في الحلوه، اللي حمصتو شويه في النار هاديه غير واحد 2 مينوت، تقدروا ديروا كثر، حتى هو هذا شاط ليا في الشباكيه وبغيت نديرو. كاس الزيت، كاس الماء، زيت المائده هذا، شويه د الملحه على حسب الخليط، كل اللي كيديرها كل ما كيديرها. قلت لكم اشنو باقي، غادي ندير واحد فانيا، حتى هي تقدروا ديروها تقدروا ما ديروهاش. لا لوفير شيميك تقدروا ديروا وحده حتى لجوج، هي غير باش تشقق لكم البهله. وشويه الخميره ديال الحلوه ديال الخبز، لا هذه ما غاديش نديرها كامله، غادي ندير غير قبيصه صغيره، نقدر نزيد هذه الثانيه نشوف الى بقات عندي. هادشي اللي كان عندي. والدقيق، الدقيق لا كونتيتي مزيانه، درت 55 55 البنات، ما كنديرش الاشهار ولكن غير هو اللي كيكون زوين في الحلوه 55. صافي ما تقصحوهاش ما تجريوها، تكون مويه. المهم غادي ندير معكم شويه بشويه، ايطاب باغ ايطاب البنات. كنتمنى تشوفوا هاد سميتو حيت الجو خايب. البنات الطريقه كتعرفوها كاملين، بيان سور كتسبقوا الزبده اللي خرجت على حراره المطبخ. البهله راه معروفه وكلشي كيعرفها، هادشي دوكا غير المبتدئات حتى هما اللي قادمين على الزواج وكيتعلموا بحالنا، وراه حتى حنا باقي كنتعلموا وكنشوفوا وكنقراو، ما كاين زعما الواحد اللي ناض ومعلم، هادي راه ما كايناش، كلشي كنتعلموا. السكر
نتوما السكر، غادي ندير غير نص حتى نشوف على حساب. غادي ندير الملحه صافي البنات، غادي نمالكسي هادشي ونرجع معكم ان شاء الله. هنا مالكسيت الزبده البنات، المهم حاولوا تمالكسيوها، انا درت غير على الجهد ديالي. غادي نزيدو الزيت، قلت لكم الزيت على حساب الخليط، الا كان الخليط كثير ديروا حتى جوج كيسان صافي. و صافي تخلطوا الزيت حتى هي. هنا خلطت الزيت هذا، غادي ندير الجنجلان بلا السمسم كيفاش كيقول ليه. هنا تحطوا الجنجلان، قلت لكم الجنجلان على حساب الخليط ديالكم. كاين اللي كيطحن واحد شويه ولا يخليه، المهم واحد كي كيدير ليه. كنظن الصوره واضحه. نديروا اللوز، اللوز اللي تحنطو بقشورو، تقدروا تحيدوا ليه اللي ما بغاش يحيد ليه الجلده ديالو وتحنوا ويلك وحدو. انا اول مره كندير ليه هكا، نورمالمون كنقشرو عاد كنقليه في الزيت عاد كنطحنو. ساشون شويه، المهم هانتوما الخليط كي كيكون صافي. نديرو الفانيلا، درتها قبيله مع السكر. غادي ندير هاد لوفيغ شيميك، كنت بغيت ندير البنات جوج ما عنديش. تنقلب هادشي اللي لقيت، ما نقدرش نمشي طالوشو ونرجع حيت عندي انا غير حدايا اوشو ليد، ولكن بعيد واحد شويه. وغادي ندير هاد الخميره ديال الخبز، غادي ندير غير قبيصه صغيره. غادي نجيب المعلقه باش نديرها فيها. هانتوما البنات ندير غير معلقه صغيره، ما غاديش نكثر. هانتوما على هذا القياس، وقلت لكم الزيت الى خاص زيدوا الزيت. انا غادي نزيد واحد شويه حيت هادشي ما غاديش يجمع ليا الخليط ديالي. هانتوما غادي نزيد الكاس الثاني ديال العلبه، كاس الزيت، باش ندير الكونتيتي ديال البهله ولا الغريبه ولا اش كيقولوا ليها صافي. غنخلطوا هاد الخليط ونبقى نديرو الدقيق ولا الفرينه شويه بشويه، ونبقى نخلطو حتى تجمع ليكم. تا هو جمعتو، ما تقصحوش ما تجريوش صافي. دروكا غادي نبدا نبقى ندير كويرات ديال الغريبه، وغادي نحطهم، غادي نجرب وحده في الفران حتى نشوف كيفاش دايره، عاد غادي نبدا. هنا البنات كنوجدهم بحال هاد الكويرات صغار بحال هكا صافي. كديروا القياس اللي بغيتو نتوما، بغيتو ديروهم كبار ولا صغار. وحاولوا هاد البهلات تكوروها مزيان بحال هاد الشكل في اليد ديالكم، وكنعفطها غير واحد شويه، غير واحد شويه بحال هكا. وكنديرها هنا، غادي ندير معكم واحد اخرى. هادشي غير للمبتدئات كما كنقول لكم، حاولوا حيت ملي كدوروها كتسخن وكتجمع في اليد صافي. هانتوما كنعفطها غير واحد شويه هاد الشكل صافي. وانسي دو سويت، انا درت واحد جوج طاوات قبيله باش نتسنى، حيت درت واحد التجربه في وحده ولاطوندو قلت نشوف كي غادي تخرج. درت الثانيه الطاوه الثانيه، المهم راه ما كملتش كيلو البنات، درت غير نص ابوبخي نص كيلو، وبقى ليا هادو ها هي.
صافي وهذيك اللي درت فيها التجربه البنات غادي نوريها لكم واخا صغوله. فوالا هذه درت فيها التجربه هذه ونطوندو قلت زعما نشوف كي غتخرج الحجم ديالها وبغي نهزها بيدي باش نشوف سخونه البنات ما عادش نقدر نهزها غادي نخليها حتى تبرد عاد نديرها نوريها لكم زعما وصافي ان شاء الله نتلاقاو في طاوله التقديم ان شاء الله. طلع الحلوه ديالي نشوف كي دايره ابارامون بحال العاده الله ما خيبنيش معكم انتما كتشوفوا كي تشققات كما اريد وكما احب البنات هانتوما ملي كتشوفيها مشققه هكاك كتصبح ناجحه كلشي مشققه العافيه درتها ليها مهيله البنات 150 حتى 160 صافي هادشي درت ليها كنت درتها في التحت وطلعتها للفوق ها هي هادي ملي طيب هادي غادي نطلع هادي صافي هانتوما البنات الطاول الاخرانيه اللي بقات ليا انا جبتها وكنخليها حتى كتبرد كومبليتمون هادشي كنقولها عاود للمبتدئات استسمح ديما الا خرجتو الغريبه ما تقيسوهاش حيت كت هي مع السخونيه كتفرتت فاسيلمون فوالا وهذه اللي خرجت في الاولى حتى هي المهم ما بهاش هو المهم تلقاو ان شاء الله نخلي هذه تتبرد باش نقدمها لكم ان شاء الله.